بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. قدمنا مستوى طيب الشوط الأول، والشوط الثاني حسينا تعب شوي يعني مال المباريات. الحمد لله، نقول الحمد لله، شعور ما ينوصف الصراحة. إن شاء الله نتمنى المباراة الجاية بعد نسجل إن شاء الله. كنا يعني المدرب نحافظ على الكرة أزيد من لازم، يعني ما نخسر الكرة في الوسطي، هذا حال الكرة يعني يجيك أخطاء يعني يجي على الجول. إن شاء الله إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. والله نتمنى إحنا ندخل المباراة بالفوز، يعني إن شاء الله نحقق كل نتمنى إن شاء الله في الثلاث نقاط. تعديل الأخطاء، نتمنى ما نسوي الأخطاء مرة ثانية، نطلع أحسن صورة لمنتخب البحرين.